السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم سنناقش فيه بإذن الله الحسابات المتعلقة بالغاز. يعني بنرجع من الفيزياء اللي كنا فيه الدرسين الماضية إلى الكيمياء، بنشوف هذه الفيزياء وهذه القوانين كيف بنطبقها في التفاعلات الكيميائية. عندنا المعادلات الكيميائية، كيف بنطبق هذه المعادلات وكيف بنستفيد من هذه المعادلات ومن هذه الحسابات في الكيمياء وفي ضبط التفاعلات الكيميائية التي ندرسها وكميات المواد التي سنستخدمها في التفاعلات الكيميائية. إذا درسنا اليوم يهدف بإذن الله إلى تحديد النسب الحجمية للتفاعلات للغازات المتفاعلة والمواد الناتجة، مستخدمين المعاملات الموجودة في المعادلة الكيميائية، ونطبق قوانين الغازات أثناء هذه التفاعلات لضبط الكميات طبعا الناتجة والكميات المستخدمة. نشوف أول شيء، ناخذ تفاعل كيميائي. هذه هي معادلة كيميائية، نكتبها عندنا ونشوف هذه المعادلة. طبعا هذه المعادلات توضح لنا عدة أشياء، توضح لنا المواد المتفاعلة والمواد الخارجة من التفاعل. إيش هي؟ تفاعل هيدروجين مع أكسجين وطلع لي ماء. وضحت لي أيضا الحالة الفيزيائية لكل منها، كل هذول في الحالات الغازية. ولكن أيضا وضحت لي شيء ثاني اللي هو الوزن. هذا إيش عطاني؟ عطاني فكرة عن كمية المواد المتفاعلة مع بعضها وكمية المواد الناتجة. طبعا هذا الوزن يعطيني عدد الجزيئات اللي تفاعلت مع بعضها. يعني انه اذا تفاعل جزيئين هيدروجين مع جزيء اكسجين بيعطيني جزيئين ماء، اثنين جزيء. من الهيدروجين مع اثنين جزيء، من الاكسجين واحد جزيء من الاكسجين بيعطيني اثنين جزيء ماء. يعني انه واحد مول من هذا اذا تفاعل مع واحد مول من الاكسجين بينتج لي ايضا اثنين مول. طيب تتذكرون لما اخذنا قانون افوغادرو، ايش قال لنا قانون افوغادرو؟ قال لنا قانون افوغادرو ان الحجوم المتساوية من الغازات تحتوي على كميات متساوية من المولات، يعني من عدد محدد ومتساوي من الغازات. طيب بيصير 2 لتر من الهيدروجين سيتفاعل مع 1 لتر من الأكسجين بيعطيني 2 لتر من الماء. يعني لاحظوا انه هذه عدد المولات، عدد اللترات مساوي لعدد المولات في المعادلة الكيميائية. يعني لما اشوف اي معادلة كيميائية فيها غازات اعرف انه المعادلة هذه انه اقدر استخدم هذا الوزن كأحجام، اعرف انه هذه احجام، يعني أقدر أستخدمها كأحجام. طيب وهذا اللي سواه في الصورة هنا، لاحظوا إنه قال إنه واحد مول، نقدر نقول إنه واحد فوليوم أو واحد حجم واحد، لأنه مرتبطين عدد المولات بالأحجام ارتباط مباشر، ارتباط كامل، وهذا اللي درسه نظرية أفوغادرو أو مبدأ أفوغادرو. طيب
هذه معادلة كيميائية. قال لي ما حجم غاز الأكسجين اللازم لإحراق 4 لتر من غاز البروبان حرقا كاملا؟ وقال لي افترض أن الضغط والحرارة ثابتين، وهذا اللي بيصير في جميع التفاعلات الكيميائية، لأنها تصير عند درجة حرارة وضغط ما يتغير أثناء التفاعل. فدائما إذا أعطيتك مسائل افرضي أن الضغط ودرجة الحرارة ثابتة، إذا كانت الحرارة بس، إذا كانت المطلوب الحجوم. طيب، أول شيء أحتاجه هو معادلة موزونة، ما أقدر أشتغل بدون أي معادلة موزونة. هذه المعادلة الموزونة منها أستقل العلاقات. هو يبغى العلاقة بين مين؟ بين الأكسجين وبين البروبان. إذا على طول أسوي التناسب حقي، أقول كم مول من البروبان؟ 1 من البروبان، أو 1 حجم من البروبان سيتفاعل، أو 1 لتر من البروبان يتفاعل مع كم مول من الأكسجين؟ مع 5 مول من الأكسجين، أو 5 لتر من الأكسجين، أو 5 حجم من الأكسجين. إذن وين أحط الأربعة هذه حقة البروبان؟ تحت البروبان. إذن 4 لتر من البروبان كم تحتاج من الأكسجين؟ عملية تناسب مباشرة وتطلع لي إنه أحتاج إلى 20 لتر من الأكسجين. نجي نحل سؤال 38، نستخدم نفس المعادلة. شفتوا لي المعادلة الكيميائية اللي مكتوبة هذه هي نفسها اللي بنستخدمها. سؤال 38، كم لتر من غاز البروبان المطلوب؟ حجم غاز البروبان اللي هو C3H8، هذا هو اللي مطلوب، حجم غاز البروبان اللازم ليحترق حرقا كاملا، يعني نفس الطريقة نفس التناسب، مع 34 لتر من الأكسجين. هنا أعطاني في المثال أعطاني بروبان وطلب الأكسجين، هنا أعطاني أكسجين وطلب بروبان. قال إنه حجم الأكسجين اللي عندي 34، ما يبغى زوائد، يبغى اللي يحتاج إلى حرقه كاملا 34 لتر. قلنا ناخذ نفس التناسب، شفتوا التناسب اللي فوق كتبناه، قلنا واللي أخذناه من المعادلة الكيميائية، قلنا إنه 1 لتر أو 1 حجم أو 1 مول من البروبان سيتفاعل مع 5 لتر من الأكسجين. إذا 34 هذه وين نحطها؟ فيه تحت الأكسجين. 34 لتر أكسجين كم تحتاج من البروبان؟ هذا هو الحجم المطلوب. إذا حجم البروبان كم يساوي؟ يساوي 34، طبعا في 1 على 5، وستساوي تقريبا بتصير 7، يعني بتصير 6.8 لتر من الأكسجين. طيب، نبغى نستفيد أيضا زيادة من هذه الحسابات الكيميائية. قال لي مثلا لو أنا أبغى أنتج أسمدة، أبغى أنتج أمونيا عشان تساعدني في صناعة الأسمدة. طيب، كم الكميات اللي أبغاها عشان أنتج كمية الأمونيا اللي أبغاها؟ كم أحتاج من نيتروجين؟ كم أحتاج من هيدروجين؟ طب أنا عندي كمية النيتروجين هذه، كم أحتاج من هيدروجين عشان تتفاعل معاها؟ طب أنا أحتاج أنتج كذا 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 كمية مطلوب مني من الأمونيا، كم أحتاج من نيتروجين عشان أسويها؟ هذه الحسابات كلها تقوم على حسابات الغاز وباستخدام قوانين الغاز. فنفرض مثلا لما نجي ندخل الكتلة،
الكتلة، قلنا إنه ما عندنا ارتباط مباشر للكتلة إلا بعدد المولات. بس خلينا من المدخل هذا وخلينا ندخل في المثال. تحضر الأمونيا من غاز الهيدروجين وغاز النيتروجين وفق المعادلة. لازم عندي معادلة موزونة، ما أقدر أشتغل بدون معادلة موزونة. إذا تفاعل 5 لتر من غاز النيتروجين تماما مع غاز الهيدروجين، يعني غاز الهيدروجين أنا عندي كمية كبيرة عند ضغط جوي، أعطاني الضغط الجوي 3 ATM ودرجة حرارة، هذا اللي هو البريشر، وهذا الفوليوم حق هذا فوليوم نيتروجين، وهذا البريشر حق التفاعل كامل، وهذه درجة الحرارة محولها لي بالكالفن وخالصة حقت التفاعل كامل. فما كمية الأمونيا الناتجة؟ لحظة، أعطاك حجم النيتروجين وطلب كمية الأمونيا، فإيش أسوي؟ لاحظي إنه أعطاني حجم النيتروجين وطلب كمية الأمونيا، فأنا ما أقدر أشتغل بالحجم اللي هو أعطاني إياه في قوانين الغاز. فإيش أسوي؟ أجيب حجم الأمونيا. كيف أجيب حجم الأمونيا؟ من المعادلة أسوي التناسب زي ما سوينا في المعادلات السابقة أو في المثال السابق. أجيب حجم الأمونيا من حجم النيتروجين، وبعدين أخذ حجم الأمونيا هذا وأعوض فيه في قانون الغاز المثالي لإيجاد عدد المولات. وبالتالي بعد ما أجيب عدد المولات أروح وأخذ من قانون عدد المولات اللي هو N تساوي M الكتلة على M الكتلة المولية، أجيب منه الكتلة بالجرام للأمونيا الناتجة. طيب نجي نحل تطبيق على هذا الموضوع. سؤال 44، عندما يصدأ الحديد، طبعا هذه معادلة الحديد، لحظة 44 السؤال، عندما يصدأ الحديد يكون قد تفاعل مع الأكسجين ليكون أكسيد الحديد وعطاني المعادلة. طيب احسبي حجم الغاز عند STP. لما قال لك على طول STP هذا ايش يعني؟ لما يقول لك STP معناته انه درجة الحرارة ستساوي صفر مئوي، يعني على طول احولها بشكل مباشر الى كالفن، وستكون درجة الحرارة تساوي 273 كالفن، والضغط بيصير لي 1 ATM. هذه هي الـ STP اللي هي الظروف المعيارية. طيب أعطاني أيضا معطى اللي هو كتلة الحديد، قال إنها 52 جرام من الحديد وطلب حجم الأكسجين. أول شيء أنا ما أقدر أشتغل بالحديد وبكمية الحديد وبمولات الحديد في قانون الغازات، فلازم أول شيء أوجد مولات الأكسجين. كيف أقدر أوجد مولات الأكسجين؟ أجيب أول شيء مولات الحديد. مولات الحديد اللي هي عدد مولات الحديد تساوي الكتلة على الكتلة المولية، وستساوي كتلتها 52 والكتلة المولية لها للحديد من الجدول الدوري أعرف أنه 55.8 من 10 جرام لكل مول، وستساوي عدد المولات. طيب بس أنا ما أبغى مولات الحديد، ما أقدر أعوضها في القانون العام للغازات ولا قانون الغاز المثالي، ما أقدر، هذا حديد مو غاز. فأقوم أجيب أبغى أعرف كم مولات الأكسجين اللي
تفاعلت معها. وهذا التناسب أجيبه من المعادلة، أقول إنه من المعادلة نفسها قال لي إنه 4 مول من الحديد تتفاعل مع كم مول من الأكسجين؟ 3 مول من الأكسجين. طيب إذا هذه مولات الحديد كم تعطيني من مول أكسجين؟ هذا هو مولات الأكسجين ستساوي اللي هي 0.93 في 3 على 4، وستساوي الكمية 7 من 10 مول. آخذ هذه الكمية هي اللي أعوض بها في قانون الغاز المثالي اللي هو P في V تساوي N R T. الضغط أعرفه، عدد المولات الأكسجين وأعرفها، درجة الحرارة وأعرفها، حجم الأكسجين هذا هو المطلوب، بقي لي قيمة الـ R. قيمة الـ R كم؟ آخذها أيضا من الجدول، قيمة أعرف أنه ثابت الغاز المثالي يعتمد على وحدة الضغط، وإذا كانت وحدة الضغط المستخدمة ATM فإن بيكون ثابت الغاز المثالي يساوي هكذا. طيب وأرجع أعوض أقول أن الـ V هذه أجيبها في المقام ستساوي NRT على P، وستساوي أعوض بشكل مباشر في 273 على البي اللي هي 1، وستكون القيمة لدينا 15.6 لتر من الأكسجين. إذا في درسنا اليوم عرفنا كيف نربط حسابات الغاز بالتفاعلات الكيميائية وبالحسابات الكيميائية لنستطيع ضبط عملياتنا، لأن الكيمياء مو بس في المختبر كميات بسيطة، نحتاج في المصانع كلها، نحتاج إلى ضبط الكميات المستخدمة أثناء التفاعلات الكيميائية.